السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، ازيكم عاملين ايه؟ يا رب تكونوا بخير. هصور لكم النهارده يوم كامل في الجامعة. ده من بداية ان انا صحيت الصبح، صحي الساعة 6 كده، هو لسه الشمس مطلعتش وتحس ان احنا لسه بالليل. بس دلوقتي بالظبط الساعة 6:15. هروح كده اتوضى واصلي والبس وارجع لكم تاني، او ممكن اوريكم الطقم قبل ما البس، بس هصلي كده وافوق وبعد كده اكلمكم. الجو اختلف تماما من اول الفيديو لدلوقتي. تعالوا بقى اوريكم الطقم اللي انا هلبسه، شوفوا معايا. هلبس الجمب سوت دي وتحتها التيشيرت ده، وهلبس عليها الكارد ده، وهلبس البنيه والطرحه دول، والبس الساعه دي. هلبس بقى وارجع لكم. صباح الخير يا جماعه، والله وحشتوني. لبست اهوت، هبقى اوريكم الطقم لما انزل يعني. وجهزت شنطتي اللي انا موريها لكم. خلاص بقى العربيه هتيجي، هي العربيه هتيجي، انا هطلع لها واركب وتتواصلوا معايا. مبدئيا كده انا المحاضره بتاعتي الساعه 9، اول محاضره الساعه 9. النهارده يوم مليء محاضرات ومعايا سكشن، يعني انا عندي 3 محاضرات من 9 ل 2، ورايا سكشن من 3 ل 5، يعني انا هقعد اليوم كله بره. هروح بقى اركب العربيه وهوريكم برده الطريق بتاعي لحد ما اوصل للعربيه، وخليكم معايا. يا جماعه كان في ناس هناك كتير في الشارع التاني، والله ما عرفت اكلمكم، بس انا رايحه دلوقتي للمدرسه، للكليه، للمدرسه. في ناس في عيال رايحه المدرسه، فقلت المدرسه. هروح اركب بقى واكلمكم بعد ما اركب بقى يعني، او ممكن اتكلم معاكم شويه، بس يعني في ناس كتيره واكيد هيستغربوني انا بعمل ايه، هيقول عليا هبله وكده. يلا. هنا كنت ركبت العربية وصورت لكم كده الطريق ده، الطريق الزراعي، والجاية ده الطريق الدولي. انا لما من بيتي لما اوصل لحد مدينة كفر الشيخ باخد طريقين، الزراعي والدولي، فصورته لكم كده سريعا. وهنا يا جماعة كنت نزلت كده من العربية اللي هي ودتني كفر الشيخ، وركبت السرفيز، يعني انا راكبة هنا السرفيز. بحييكم كده عشان راكبه السرفيس، ما كنتش عارفه اتكلم عشان الناس كانت في السرفيس كتير، وما كنتش عارفه اتكلم قدامهم. ولما تعرف ان انت رايح جامعه كفر الشيخ، يعني الشمس هتستلمك من بدايه السرفيس لحد ما توصل للجامعه والكليه كمان، وهي الشمس مستلماك. فلبست كده نظاره الشمس علشان ايه، تحميني من الشمس لو حاجه بسيطه. وكمان كنت بقول لكم هنا بقى ان فاضل دقيقه واوصل للكليه. حبيت اصور لكم المنظر ده، كان رهيب جدا. مدينه كفر الشيخ كده شكلها جميل. وهنا حبيت كده اوريكم حبه مناظر من جامعه كفر الشيخ، اكيد مش هوريها لكم كلها لان ما اقدرش، انا بمشي في سكه محدده ومشيت من الطريق ده. فده جامع كده ما شاء الله شكله فظيع فظيع فظيع، يعني كليه التربيه الرياضيه اهيت. وكمان جاي لكم بكليه علوم هناك، انا بصورها لكم على بعد كبير جدا يعني. ما شاء الله جامعة كفر الشيخ من احسن الجامعات اللي شفتها، مهتمية بالمنظر. ودي نخلة بلح لقيتها كده في السكة، وشجرة ورد، وما شاء الله حاجات فظيعة. يا جماعة وصلنا للكلية بعد معاناة الطريق، السرفيز حذفنا من ورا جامد جامد يعني، خدنا وقت كتير. الله يا بس انا مكسوفة لسه، مش هتتكلم دلوقتي. كالعادة الكلية مليانة ناس، هوريكم بقى ايه التزاحم على كلية العلوم قد ايه. النهارده يوم باين كله عنده محاضرات. انت عارفه ان ديت الناس كتير قوي، يا رب ما اكونش جايبه شكل حد يا اسامه. قد ايه كلية العلوم كويسه. يلا يا عيال يلا. دخلت الكلية، ده تزاحم على الاسانسير طبيعي، فاحنا هنطلع بسلم يا بسمة، لان الاسانسير كده كده ما شاء الله مش هنلحق دورنا. احنا المحاضرة الساعة 9، الساعة كام يا بسمة؟ الساعة كام يا بسمة؟ الساعة 9، بس انا مشغلة وضع الصامت. الساعة 9 يعني كده كده مش طالعين اسانسير. والله يا جماعة احنا حضرتنا اصلا في الدور التالت، فالاسانسير كده كده مشغول، يعني احنا هنطلع الدور التالت، والله العظيم حرام. انا داخل الكلية، الدنيا ضلمة، بس يلا بينا هنا شوية والدنيا نورت. محدش عارف ان انا يوتيوبر اوي يعني، فخايفة يقول عليا هبلة والله. فاخيرا بعد ما معاناة وصلنا الدور التالت. تعبت يا وصلت. والله يا جماعة معاناة. بصوا يا جماعة
شهيتكم حاجة. احنا خلصنا محاضرة اللي هي من 9 لـ11، وكان عندي محاضرة من 11 لـ1، ورايا محاضرة من 1 لـ2، بس الدكتورة اللي هي من 1 لـ2 قالت لنا مش هديكم النهاردة، فده افرح بالنسبة لي. لكن ورايا سكشن الساعة كام؟ الساعة من 3 لـ5، قاعدة دلوقتي من 1 استنى الـ3 ليه؟ حرام يا جماعة اللي بيحصل فينا ده دلوقتي والله. كان أول يوم ليا زي ما انتوا عارفين، والله كان كويس يعني، كان كويس. الدكاتره اصلا احنا متعودين عليهم لانه بتوع قسمنا، فاكتريت اللي بيدينا من دكاتره قسمنا، فهم كويسين يعني مش وحشين. فاحنا بنحاول نقنع الدكتوره بتاعه السكشن تغير لنا الميعاد او حتى تاجله لنا النهارده ونشوف هيحصل ايه. طلع مش نافع يا جماعه، وهنقعد نستنى من 3 لـ5. ده ودي والله العظيم يعني لما بهمد ما بين المحاضرات كده وندخل لمحاضره ثانيه، فرق كبير. او سكشن، وانا اللي عليا ده سكشن، فاللي انا خدت محاضرتين وبعد كده هستنى الفتره دي هعمل فيها طاقتي خلاص يعني، طاقتي بتنفذ. بس يلا مش اشكال، هناخد بقى السكشن 3 لـ5. مش عارفه اوريكم حاجه النهارده لان مش هشتغل عملي، ولكن في يوم تاني ان شاء الله باذن ربنا هبين لكم شغل عملي، ولو اشتغلت حاجه عملي كويسه هبينها لكم. تمام. انا دلوقتي في قاعه، القاعه ديت فاضيه اصلا مفيهاش حد، بس انا اكتريه المحاضرات بتاعتي باخدها في المدرجات، ولكن دلوقتي احنا انا قاعده في قاعه كده فاضيه عشان اصور لكم بس عشان الصوت مفيهاش حد يعني. وبعدين القاعه بتبقى اصغر من المدرج، وانا عندنا في المدرج اكتر. يلا بقى اشوفكم فتره ثانيه، او ممكن اقعد مع زميلي شويه وبعد كده اكلمكم. يا جماعه هصور لكم قسم جيولوجيا واللي موجود فيه. تعالوا نشوفوا الحفريات، هو شكله كده يخوف، شكله خفي صراحة، شكله خف والله يا جماعة. بس يعني ايه، مفيهوش حد كده كده، قسم جيولوجيا وقسم رياضة وقسم فيزياء مفيهمش حد كتير يعني. هوريكم الحفريات اللي فيه، تعالي اسمع. هو قسم جيولوجيا عامة ما بيبقاش الا صخور، زي ما احنا عارفين قسم جيولوجيا اصلا اكتريته صخور وكده يعني. انا مفهمش في الجيولوجيا قوي، انا اي نعم خدتها في مادة تالتة ثانوي، بس يعني مش اللي هي معرفه قوي يعني. بس انا هوريكم الاشكال اللي في قسم الجيولوجيا قد ايه، هم يعني ايه، شوفوا مناظر حلوه قد ايه الصخور دي عندنا كده عارضينها في البدايه. في حاجات بقى ايه محافظين عليها جوه، ممنوع اللمسه اصلا. شبه دي حاجات احجار كده حلوه والله، كويس شكلها حلو. المهم اللي انا مش عارفاهم ايه اصلا ولا اسمهم، بس يعني هم شكلهم حلو. واو، حطيناهم في بوكس كمان، ده كل حته كل زلطه كل زلطه حطيناها كل حته كده صغيره ومحتفظين بيها، غير الحجر اللي احنا بنشوفه ده اصلا. محطين اكثر من باترينا يعني، محتفظين كل الاسماء باسمائها يعني. بس بقى اللي في قسم الجيولوجيا هم اللي يعرفوا، انا معرفش. وحاطين لهم كده بكهين ورد اهو، ما شاء الله يعني كويس جدا. القسم كنت مصوره لكم وهو مضل نوروه اهو، كله عباره عن احجار. صار تكلمي يا اسراء، مش عايزه تكلمي. ما شاء الله شكله جميل. قسم اصلا جيولوجيا في الصخور شكله حلو 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 يعني، حاجات اشكال شبه الشعب المرجانية كده، والقواقع بأنواعها شكلها جميل. كل الصدف والحاجات دي انا عامة معرفش فيهم يعني، ومعرفش في الاشكال. دي باين دي شكل البلوري، باين شكل البلوري. انا برضو واخدة جيولوجيا كده من سنة تالتة ثانوي، فاهمة فيهم شوية بس مش كله يعني. دي اشكال هندسيه ومركبات يعني، ده قسم جيولوجيا عندنا فاضي ما شاء الله يعني، اللي عايز يدخل جيولوجيا يدخله بقلب جامد، ما عندهمش ناس كتير يعني. هو المنظر جميل، في شاشه تعرض هنا حلوه اهي، بس كلها الدولبه عباره عن صخور وحاجات من دي. ولازم للحفاظ على مال الدولة نقفل النور بعد ما ادناه، بعد ما اسوء قدته. داخلين على قسم بايكيمست، قسم العزيز. اسوء اتكلمي يا اسوء، اسوء مش هتتكلم.
وقفت القسم الفاضي لسه ما اشتغلناش قوي يعني. احنا في الكليه بقى عندهم شبابيك كده في كل رو ممكن تتصور فيها عادي. انا الصوره بتاعتي مش كويسه قوي او مش باينه واضحه قوي عشان الازاز باين وحش، الكاميرا اصلا وحشه شويه، بس يعني ايه اعتقد غلط. زي ما عارفين يا جماعه كل دور لازم يبقى فيه لوكر، او كل دور بيبقى له لوكر ولا كل قسم كل دور بيبقى له لوكر. فانت لو محتاج مثلا في سنه اولى او ثانيه ثالثه رابعه لو محتاج تشيل الادوات ومش خايف عليهم يتكسروا من المواصلات او كده ممكن تحجز لوكر من ده. بيبقى لشخصين عادي، ممكن تشتركوا فيه اتنين تلاتة، ممكن انت لو عايز لوحدك فتشترك لوحدك بس عادي. بيبقى لقيت يعني ايه حاجة كده اصبر فيها بسرعة. انا عايزة اوريكم الشنطة استغليتها ازاي. انا كنت بوريها لكم قبل كده في الفيديو، حطيناها في الله هي اصلا جيب واحد، فانا لقيتها صغيرة جدا بالنسبة للشنطة، صغيرة جدا ان هي تاخد كتاب كبير او كراسة كبيرة. فانت لو بتسافر كبر الشنطة شوية، يعني الشنطة الصغيرة دي مش هتنفع معانا قوي يعني. فانا عشان لسه اول يوم كده كنت واخده كراسه صغيره فاستخدمتها فيها، حطيت البلطو بتاعي حطيته هنا اهو. انا هتقولي لي دخل ازاي؟ والله دخل، لفيناه كده كذا لفه لحد ما ايه ربنا سهل ودخلناه في الشنطه. ومعايا جوه بقى ايه يعني، وهي من جوه مساحتها بسيطه جدا. واخده بتاعتي النضاره الشمس انا وريتها لكم، وخدت ميه وكده وبس يعني. بس النهارده اول يوم ده متعرف عليه ان احنا ما بناخدش حاجات كتير، فانت بتاخد كراسه عادي صغيره، ولما بتروح البيت بقى تبقى ايه تظبط لنفسك الكراسه على حسب المحاضرات وكده وتاخد فكره في الاول. فاحنا عشان اصلا احنا سنه ثالثه، فانا والدكاتره اللي بتديني هي اللي ادتني برضو السنه اللي فاتت، فواخده وعارفه ان انا بعمل ايه كويس، وعارفه ان انا هاخد كراسه صغيره عادي. انا اصلا واخداها للسكشن مش واخداها للمحاضره. ولكن انت لو مش عارف الامر ازاي خد كراسه كبيره وكراسه صغيره عشان تعرف، ولما تروح البيت برضو تستني نفسك على كده. انا وريتكم الشنطه هي صغيره، بس انا وريتلكم بس عشان اعرفكم ان انا حطيت البلطه هنا. اختراع كويس والله، عشان بدل ما اشيله انا اصلا بسافر على مواصلات وكده، فايه ما اشوفوش على ايدي واتبهدل بحاجات كتيره. ولكن لو معاك ادوات ومش هتحجز لوكر فخد شنطه كبيره، او اشتري شنطه كبيره اكتر عشان تحط فيها الادوات بتاعتك عشان ما يحصلهاش حاجه. لكن دي مش هتحتاج ادوات فهستخدم الشنطه الكبيره. كده انا يعني ايه قلت لكم كده في الوقت الفاضي بتاعي، وريت لكم شويه حاجات هروح بقى اقعد مع زمايلي. وريت لكم قسم جيولوجيا وقسم بايوكيمستري، اللي فيه قسم بايوكيمستري ما فيهوش اي حاجه تتشاف يعني، هو محسوس. واصلا احنا كدازمه فبنحضرش على طول في اول اسبوع يعني. وبس وريت لكم الشنطه والبلطه اللي حاطاه فيه، اروح بقى اقعد مع زمايلي شويه عشان ما اسيبهمش لوحدهم، واشوفكم بعد شويه اشوف هعمل ايه واتكلم معاكم. بس يا جماعه لسه مخلصه سيكشن حالا، خدناها من الساعه 2:30. الدكتوره يعني راحه من فينا كده وحتمها مشيتنا الساعه 4 كده. خلصت سيكشن وخلصت يومي في الكليه، استناكم بقى هركب المواصلات بقى واروح. مش ضروري بقى تشوفوا معايا المواصلات، انتوا كده كده شايفينها، واشوفكم الفيديو الجاي. مع السلامه. تعبت اصلا من كتر اليوم، كان شاق فعلا، والاستنظار ما بين المحاضرات مش كويس فعلا والله. ولكن هسيبكم في رعاية الله وأمنه. مع السلامة، متنسوش بقى باللايك والاشتراك. مع السلامة.